بالسياسة المصرية، بالصبر المصري، بالحكمة المصرية، عايز انتقل للخبر الآخر. أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن التوافق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة يمثل بادرة وبارقة أمل جديدة في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تستلزم تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعي بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية. أستاذ محمد، يعني الرئيس، خليني أقول في كل لقاء مع أطراف العالم كلها وفي كل محفل دولي هو مصر على هناك اتفاق، يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم للأطراف كلها وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب. حلو، وبقالنا سنين ومفاوضات رايحة ومفاوضات جاية وكانت فيها السودان، مع أنه يعني السودان دلوقتي ما بقاش طرف لأنه هو في نزاع داخلي، يعني هو ما عندوش القدرة على أنه طرف يقعد ضعيف. طرف أكثر من ضعيف هو أساسا، لما مين اللي حيقعد من الجانب السوداني أساسا في هذه المفاوضات؟ ممكن مصر تكون بتمثل السودان كمصلحة، يعني في حالة المصلحة، لكن خليني أتكلم على هذا الصبر المصري على أثيوبيا. وانا بقول صبر لانه ما زال في صبر حتى الان، ان انا بقول في خلال اربع شهور حوصل. احنا دخلنا في مفاوضات اكثر من مره وكدنا ان نوقع هذا الاتفاق في الولايات المتحده الامريكيه لو تتذكر، ولم يحدث. مشيت اثيوبيا من امريكا وقالت لا. يعني كنا خلاص على وشك ان احنا بنمضي. طيب، هل نثق هذه المره ام يعني هي محاولات مصر المستمرة والجانب الآخر يعني ماشي باللي في دماغه بالأجندة اللي عنده؟ طيب، احنا السياسة المصرية سياسة أفعال وليس أقوال. احنا يعني الكل يحاول أن يجر مصر إلى حرب كلامية أو تصريحات فيها نوع من أنواع العنف، إلا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تتعامل بحنكة مع الموقف، وده بيبقى ضغط عليها كمان، ضغط شعبي بعض الأحيان في التعاطي مع بعض القضايا، ومنها قضية سد النهضة وملف المياه لأنه بيمثل حياة 100 مليون مواطن. وبالتالي فاجئنا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بهذه المحادثات الثنائية والتقارب المصري الأثيوبي، يعني كان مدهش بالنسبة لي مش مصر بس، للعالم كله، أن هناك نوع من أنواع التفاهم، وده إن دل يدل على أن هناك تحضير مهم يعني كتير جدا من العمل الدؤوب للوفود والعلاقات وغير ذلك، نتيجة ده كمان عكس التصعيد الإعلامي ومن بعض الجهات التي لا تريد الخير بمصر أو بأفريقيا عموما. فجئنا بالتفاهم المصري الأثيوبي، فأيضا يعني حضور أثيوبيا وانصياع أثيوبيا ل هذه الآلية خلال أربعة أشهر، الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف. مصر يعني مصر عمرها ما وقفت ضد التنمية، مصر حريصة، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن احنا مع التنمية في أفريقيا، بس التنمية اللي هي ما تحققليش ضرر لدول المصاب سواء كان مصر أو السودان. احنا عندنا حقوق تاريخية، عندنا اتفاقيات دولية بتحمي مصالحنا، وبالتالي لابد أن يكون هناك تفاهم بين جميع الأطراف في تحقيق التنمية يستفيد منها كل الدول اللي بيمر بها نهر النيل. طيب، احنا خلال أربعة أشهر احنا في الملء الرابع هيتم. طيب، الملء الرابع هيتم، وبالتالي لابد أن يكون هناك آلية ملزمة واتفاق ملزم لعملية التشغيل وعملية التخزين بما لا يضر المصالح المصرية والسودانية. الملء الرابع ده آخر ملء؟ لا، لسه في يعني الفكره مش فكره الملء الرابع لسد النهضه، احنا بنتكلم كمان على انشاء سدود اخرى. على يعني بس انا عارفه ان الملء الرابع ده اكبر ملء هيحصل. طبعا احنا يعني لما احنا نوصل الى يكون هناك مهله زمنيه أربعة اشهر، يبقى ده معناه ان في يعني في اتفاقيات تمت بالفعل،
يعني مش مجرد تصريحات. كمان في ثقة الآن، يعني كان الأول هناك فقد في الثقة في التعامل مع الجانب الأثيوبي، وكان هناك ضغوطات من ضغوط من بعض الدول الإقليمية وبعض الدول الدولية في عدم التوصل إلى اتفاق، يعني ده كان واضح جدا ويعني تم كشفه بالفعل. يعني يعني لما يجي أبي أحمد إلى مصر ويتم الاتفاق على أن يصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر، ده نتيجة مبهرة للسياسة المصرية. أنا عايز أسألك بقى في الحتة دي، يعني أبي أحمد عندما جاء إلى مصر في كوب 27 جاء لمشاركة في مؤتمر المناخ، وشفناه والرئيس بيستقبله، بس كان استقبال عادي يعني زيه، يعني ما كانش فيه حالة الود أو الحفاوة دي. غير المشهد ده، غير المشهد اللي احنا شفناه أول أمس، طيب احنا جزء من العالم. نعم. وبالتالي هناك تغيرات في الموقف الأمني والاستقرار في العالم. هناك أزمة روسية أوكرانية، هناك صراع صيني أمريكي، هناك تخوف إسرائيلي من التقارب السعودي الإيراني، هناك أيضا ضرورة ألا يكون هناك مناطق أخرى ساخنة. وبالتالي لغة المصالح بتحكم بين الدول. في نفس الوقت كمان مش ينجروا إلى نقطة بؤرة صراع جديدة. أبي أحمد يريد خلال هذه الزيارة أن يوصل رسالة طمأنينة للشعب المصري والسودان بأنه لن يكتم الضرر لبر المصب، وأنه متفهم للتخوف. والوصول يعني رقم 4 أشهر ده مهم جدا، يعني لأول مرة يتم تحديد مدة زمنية للوصول إلى اتفاق. احنا 21 كان برعاية أمريكية كان وقف على التوقيت. طيب احنا المرة دي بنقول 4 أشهر. 4 أشهر، خلال 4 شهور هيتم لقاءات وهيتم مزيد من الاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف. وبالتالي أعتقد أن احنا خلال 4 أشهر نسمع أخبار مهم جدا بالتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف وبما يحقق النفع والتنمية لجميع الأطراف. هناك رغبة حقيقية من القيادة المصرية وفي أثيوبيا إلى التوصل إلى اتفاق. العالم بموج بالصراعات والحروب والدمار، وبالتالي أيضا الدول الكبرى التي تتحكم في موج الأمور في العالم لا تريد أن يكون هناك بصراع جديد داخل أفريقيا. طيب أنتقل إلى موضوع آخر، حيث نظمت وزارة الداخلية